ما نقدرش نقلل. طيب جد دلوقتي معاد اللعبة التالتة والأخيرة معانا في حلقتنا النهاردة، وهي لعبة الذاكرة. لازم الفارس يبقى ذاكرته حديد علشان يقدر يفتكر كل حاجة في الخطط بتاعته علشان يقدر يفوز. القبيلة تفوز، القبيلة التانية تخسر، قبيلة تخسر، قبيلة تفوز. يلا بينا نشوف لعبة يعني الذاكرة مع المؤرخين. بسم الله. لعبة الذاكرة اتنين ذاكرة فرنسية. ده احمد سمير لما بنيجي نشتغل بيبص في الورق بصة واحدة ما بيحفظش. يا ستير والله ما بيحفظش. اللهم احفظني يا رب. فالذاكرة الله أكبر عليهم يعني. اللهم احفظني يا رب. خالص. ده نصر ما بيجيبش نسخة. اللعبة عبارة عن إيه؟ اللعبة يا شباب. لا. ثانية واحدة بس عشان نفهم. زي ما احنا شايفين قدامنا كده معانا 9 صناديق، كل صندوق فيه غرض، فيه غرض ما. احنا دلوقتي اللي بيقوم الفارس اللي بيقوم بيحفظ الأماكن بتاعة الحاجة دي. ترتيبها. ترتيبها. انت قمت مثلا محمود حفظت الحاجه، بصيت لها، حفظت. انت فاهمني ازاي؟ انت استاذ نصر طبعا يعني حفظته، وبعد كده بتغموا عينيكم. يقوم الاستاذ محمد عبد الخالق والاستاذ احمد سمير يلخبطوا لكم الحاجات. تمام. والمطلوب منكم انكم ايه؟ تعيدوا ترتيبها في اماكنها الصحيحه اللي انتوا حفظتوه. كل واحد لوحده. لا انتوا الاثنين مع بعض يعني دي جماعه. يعني اسهل. لا خليها كل واحد لوحده، اصل انت كده انت عارف انت بالنسبه لي كده هعرف 3 حاجات والتاني 3 حاجات وخلصت. طيب ما هو عليك وعليهم. لا ما هتخليها واحد عشان يبقى انت برضو تصعبها. يعني مش عايزين نصعب عليك يا استاذ محمد. لا لا صعبها صعبها عليه هو. صعبها عليه هو لوحده. حتى لو حبينا نصعبها للاسف معناش وقت. ماشي خلاص ماشي. فاحنا دلوقتي شايفين الحاجه قدامنا، شايفين الحاجه قدامنا صح؟ اه. خدوا وقتكم بقى، خدوا وقتكم، خدوا وقتكم، خدوا وقتكم. ده كده قبل ما احنا نلخبطها يا استاذ غزي صح؟ مين جاهز؟ مين اللي هيبدا؟ هم يبداوا. لا لا هم بقى. مين اللي هيبدا؟ هم بقى. ايه؟ بدانا مرتين. هم احنا بدانا مرتين. هم بالعدل بقى. طيب ما دام اختلفنا تعالوا. برضه تعالوا. قوم بقى قوم يا عبد الخالق بقى خلاص. ما اختلفتوا عشان ما يبقاش في ايه؟ ظلم لحد. كيلو كفته. جعان يا حبيبي. الله ما انا مش هغير يا محمود. ماشي ما تغيرش. انت اللي هتبدا يا استاذ محمود. يلا يلا يا استاذ نصر. هنعمل ايه؟ احفظوا اماكن الحاجه. اه معاكم وقت احفظوا اماكن الحاجه لحد ما تقولوا لي خلاص احنا جاهزين. كل واحد فينا يحفظ حاجه؟ ايه؟ لا 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 براحتكم براحتكم. جايين يعملوا شوبينج. احفظ انت. ماشي خلاص خلاص تمام. ماشي اه حاضر. ايه؟ خلاص ادونا اوكي خد راحتكم. طب ما عشان الصندوق خلاص ولا ايه؟ يلا يا باشا يلا بينا عشان تبقى باينه يعني. اوكي يلا يا باشا جاهزين. ثانيه واحده يا ريس. ثانيه واحده ثانيه واحده. طيب اقعد. حاضر يا ابني هنا ولا انا سويتني معاك. يلا جاهزين. خلاص ماشي جاهزين. يلا بعد اذنكم. يلا يا استاذ محمود غمي عينيك. غمي عينيك يا استاذ نصر. يلا خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. مش قادر. يلا قادر يقعد. يلا استاذ محمود غمي عينيك. غمي عينيك يا استاذ محمود. خلاص خلاص معلش اشيل لك دي ولا في مشاكل؟ اه ثانيه. استنى لا فكها. لا لا فكها دي يا مش هتفك ولا حاجه. ما هي الراس كبيره بس انت لو شلت الطاقيه هتبقى صغيره. طب وش السلندر كبير. ايوه ايوه اتفضل بس ارجع مكانك. انت واقف هنا ليه بقى؟ طب انت عايز ارجع مكانك. ارجع مكانك. خلاص يا استاذ نصر. اه يا باشا خلاص يا استاذ محمود. يلا يلا بسم الله نبدا يا استاذ غزي. اتفضل اقعد. نبدا ايه؟ نبدا. طب بالراحه كده على مهلك. بالراحه. يلا اتفضلوا بالراحة بهدوء. خلوا الذاكرة محمود. خلي الذاكرة معاك ثابتة يعني ما تنساش الحاجات اللي انت حفظتها. تمام. معايا ولا مش معايا؟ لا ما تشيلش ما تشيلش. لا ما تعدلهاش. انا شحنة كده بالنسبة لي حلوة. استاذ نصر حاول تركز. انت حفظت كام واحدة؟ واحدة. واحدة. مش قادر. ها يا شباب خلصتوا؟ يلا خلصتوا يا شباب؟ آه. لا لسه ثواني ثواني يا استاذ محمود. محمود ركز. احنا خلصنا يا استاذ. خلصتوا تفضلوا مكانكم. يلا يا بيه تفضلوا مكانكم. نشيل دي ثانية واحدة. انتوا جاهزين يا اساتذة؟ استاذ محمود واستاذ نصر. بس بس, بس, بس لا مش عايز كلام خالص من الجنب ده. مش عارف مش عايز كلام. لا في اللعبة دي مش عايز كلام نهائي. يلا يا بيه جاهزين يا اساتذة؟ يلا يا بيه. استاذ محمود تقدر تشيل الغمامة. وانا استاذ نصر ممكن تشيل الغمامة. اتفضل ترجعوا الحاجة مكانها بعد اذنك. ايه ده خلاص كده؟ خلاص كده عاوز بالعافية بالراحة كده وبهدوء وركزوا.
بالعافيه. هدي هدي بعد اذنك. هدي المشن اللي هناك دي، هدي هدي بس بسرعه. خلصني انا فاضي، مش فاضي. بس كده خد هنا بعد اذنك، حطي دي تحت خالص. فانت فانت دي مش عايزه تثبت هنا، سيبها لي. كسبها يعني، سيبها لي وارجع. خلاص خلصته. اه فانت في غلط. اتفضل دي بس حطها هنا. اشتري سيبها لي انا اهي. اهي اتفضل بتاعها اهي، الغمامه فوق البتاع. سيبهم هم بقى يا استاذ غزه يقول لهم. اه انت واقف هنا ليه؟ عايز اشيل دي. غلط غلط. سيبها سيبها يا الخالي اخويا. يلا روح مكانك، روح مكانك. كاميرا كده تجيب لي الصناديق. كل حاجه رجعت في مكانها ما عدا كل حاجه، كل حاجه رجعت في مكانها. ودلوقتي طبعا انتوا عارفين ان لو واحده غلط هيبقى في اتنين غلط، وانتوا دلوقتي معاكم يعني لو 200 نقطه. ثانيه واحده، غلطتين يعني 200 نقطه، الغلطه ب 50 بس. ما حدش بيغلط غلطه واحده. عارف يعني ايه ما حدش بيغلط غلطه واحده؟ يعني لو دي مثلا انت حطيتها هنا غلط، يبقى اللي هنا برضو محطوطها غلط، يبقى في اتنين مكان بعض. يبقى في حاجه غلط. يبقى في حاجه ايه؟ غلط. يبقى في حاجه غلط. وانتوا كام معاكم؟ 200 نقطه. و وعايز اقول لكم ان انتوا دلوقتي معاكم 200 نقطه وكسبتوا ما شاء الله عليكم. استاذ محمود كان خايف الان لا يحصل اي حاجه، هو قال لي احفظ ثلاثة انا حفظت ستة. لا يا سلام. ان اول مره اللي ببص بس الغلطه باثنين. لا هي الغلطه باثنين. ما انا معرق. انت مش الغلطه باثنين. لا يعني انا مثلا دي هنا ودي هنا هتبقى غلطتين. انت فاهمني ازاي؟ فخيره غلطتين، دي غلط ودي غلط. انت فاهمني كده؟ ايه كده غلطتين غلطتين. لا لو الغلطه لو غلطه، الغلطه بغلطتين. احنا هنلخبط بقى. محمد عبد الخالق قاعد بيحفظ. بص واقف عند المكنه بتاعه العيش وعاوز البتاع. لا انا بشوف كانت المسدس ما كانش له مكانه في لما حطيتوه. لا 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 ده في كنترول وفي حاجه. ايه استغفر الله العظيم يا رب. عايز اتكلم مع الكنترول انا في الموضوع ده. ماشي حاضر. هو مين اللي هيلخبط، احنا ولا انت؟ هو بيظبطهم احنا نحفظهم بعدين انتوا تلخبطوا، صح كده؟ اقعد يا استاذ محمد. جاهزين؟ جاهزين يا اساتذه. انتوا اللي ايه؟ انتوا اللي هتقعدوا تتفرجوا في منتهى الصمت زي ما الاساتذه. بص يا عبد الخالق، قعدوا تتفرجوا في منتهى الصمت. صمت. احنا مش هنعمل يعني احنا مش هنعمل معاكم زي ما انتوا عملتوا. هو ما عملوش حاجه، هم ما عملوش حاجه. يبقى انتوا احنا مش هنعمل حاجه زي ما انتوا عملتوا. جاهزين يا اساتذه؟ اتفضلوا احفظوا الاماكن الحاجه. احنا التزمنا بكلام استاذ غزي. ماشي يلا يا اساتذه على مهلكم كده. خلاص يا ريس، انت طولت كده معاهم. طولت ايه؟ لا براحتهم خالص لحد ما يقولوا لي خلاص. طب ما احنا ما قلناش خلاص. لا انت قلتوا خلاص. استاذ نصر قال لي خلاص فقلت له يلا بينا وكسبته الحمد لله. بس لسه طبعا اللي بيحسم الموضوع الاتصالات، وان شاء الله الاتصالات. ان شاء الله ان شاء الله. يلا يا باشا. بس 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 اسمحوا لنا، ما حدش يتكلم. لا ده انا بقول لمحمد. لا لا ما تقولش لمحمد، ما قلتش لمحمد. احفظ بس اربعه لما تخلصوا اساتذه قولوا لي. يلا خلاص. يلا يا باشا. يلا استاذ غزي خلصتوا؟ اه. اتفضل استاذ محمد. توكلنا على الله. اتفضل استاذ احمد تعالى مكانكم. يلا اتفضلوا مكانكم. اتفضل. بس خلاص خلاص خلص الموضوع. اتفضل. لا من حقه بس. لا 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 خلاص, خلاص. احنا قلنا خلاص. بس قلت ما تتكلمش. قلت ما تتكلمش. بص برضو تاني. بص تاني. اتفضل تاني. اتفضل تاني. بصوا تاني. خلاص كل ما هتتكلم اخليهم يبصوا براحتهم يا ابني. خلاص اخليهم يصوروها لو اتكلمت تاني يا حبيبي. خلاص صورها صورها صورها. يلا اتفضل استاذ محمد. غمى عينيك. انا نسيت. خلاص استاذ احمد. خلاص استاذ احمد. جاهزين؟ غموا عينيكوا. غمي 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 عينيك. غمي عينيك. غمي عينيك. خلاص خلاص هنا من الجنب. غمي عينيك. اتفضلوا يا اساتذه لخبطوا لهم الدنيا. يلا احسنتوا يا اساتذه. لا محمد عبد الخالق بتاع وصل ده انا بعملها. امسكها بايديك. حط ايدك كده اعملها لك. انا راجل فير. ده انا راجل. ده انا حبيت اعملها عشان ما اشوفش. انا بص عملت ايه يعني. سيبك. ما شوف ده انا اعملها عشان ما اوصل. يلا شباب. انت تمام يا عبد الكريم؟ انت ضيعتني. انا اللي ضيعت. هو لسه ما فيش اي حاجه. ما فيش حد ضاع. اهدوا يا شباب. اللي انت قلت لي عليه توكل على الله. خلاص خلاص. لا جاهزين يا شباب. ثانيه واحده. زي ما انت زي ما انت زي ما انت زي ما انت. جاهزين؟ يلا بينا. اتفضلوا شيلوا الغمامه ورجعوا كل حاجه مكانها. بس هنعمل ايه الاول؟ دي تيجي هنا. ايوه عشان نخلص. ماشي. دي هنا. وهات الحبل ده كان هنا وده كان هنا. الحبل ده كان هنا.
هي دي بتتشال ازاي اللي على مهلك على مهلك يعني لا فكر بدماغك وشيلها بايديك ده كان هنا ده الحبل ده اللي كان هنا مش عايزين كلام عشان الناس تركز الصندوق كان هنا الصندوق كان هنا المسدس المسدس كان هنا يلا الابريق كان هنا لا 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 صح كده ايوه ده يا عم لا ايه الابريق عايز ايه هو ده اهو ده فوق ده اسمه صندوق وده اسمه ابريق ايوه يلا خلصته كده دي فوق دي فوق دي كانت فوق المسدس ده كان كده متهيألي خلصتوا كده يا شباب ولا دي كانت في النص انتوا قاعدين بقى ترتبوا الشاشه ولا ايه انا كده احفظ الصف خلاص لا لسه ما انا بس براحتهم ده اللي مهم معاهم وقتهم الحبل ده كان تمام اللي مش فاكر مش فاكر خلص الموضوع اللي زيكم كده افتكرتوا رحت دي 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 مفيش ثلاث ثواني خلص الموضوع دي صح دي صح يلا ده صح ده صح دي صح انا شاكك دول ودي طب حطي بقى دي مكان دي اكيد اه توكل بقى على الله خلاص ملهاش يا ابني على الله بقى يا ابني اللي انت شايفه بقى انا سبتك اهي ده هنا بس متهيألي اللي انت شايفه بقى ها يا اساتذه خلصتوا؟ ها خلصتوا يا اساتذه؟ خلاص كفايه كده؟ يلا اتفضلوا مكانكم اتفضلوا مكانكم على الله بقى اتفضلوا مكانكم خلاص خلاص يا استاذ عبد الخالق استاذ عبد الخالق انت خلاص ما دام مش فاكر يبقى خلاص مش هنقعد ايوه اتفضل مكانك احنا بسم الله الرحمن الرحيم نشوف مع بعض السله مطرح المسدس اللي كانوا شاكين فيه قلت لك وهي دي انت اللي لخبطتها كده في غلطتين عند الاساتذه يبقى 100 نقطه راحوا منهم صح يا ابني في 100 نقطه راحوا من فريق السيف زي ما كانت على الفيديو ولكن والله رجعتها ولكن ده انا عدلتها ورجعتها تاني خلاص يا شباب خلاص يا شباب اللي راح راح واللي ذاكر ذاكر واللي ذاكر ذاكر كده الفقرة دي أو اللعبة دي اللعبة الأخيرة خلصت وهنشوف نتيجتها قدامنا دلوقتي على الشاشة نقول بسم الله قبيلة النخلة 200 قبيلة السيف 100 يا سلام